هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما أصلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 3 أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، وفيها يستضيف الناشط المهندس ضرار علي ضرار أبو أدال في حديث حول الوضع الراهن في إريتريا واحتمالات المستقبل. قبل البرنامج مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: اختفاء 5 عدائين إريتريين في الدنمارك، تعيين العقيد والدفتراري قائدا عاما للسلاح البحرية، حزب العدالة والتنمية التركي يخسر الانتخابات في مدينة اسطنبول. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. أكد الاتحاد الدنماركي لألعاب القوى بأن 5 عدائين إريتريين من المشاركين ضمن منتخب بلادهم لألعاب القوى في بطولة العالم لسباق اختراق الضاحية اختفوا في يوم الخميس 28 من الشهر الماضي من مقر إقامتهم في مدينة أرهوس الدنماركية التي تستضيف البطولة. وكان هؤلاء الرياضيون الذين لم تصرح وسائل الإعلام بأسمائهم قد خرجوا من مقر إقامتهم ولم يعودوا تاركين جوازات سفرهم مع رئيس البعثة. وأشارت وسائل إعلام دنماركية بأنهم قد يطلبوا حق اللجوء في الدول الإسكندنافية. الجدير بالذكر بأن هذه أول مرة يسجل فيها حالة اختفاء العدائين في المشاركات العالمية، حيث أن أغلب من اختفوا كانوا من لاعبي منتخبات كرة القدم، حيث سجلت آخر حالات اختفاء لهم في بوتسوانا في عام 2011. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأنه تم تعيين العقيد ملاخي تسفي مريم المشهور بود فتوراري والمقرب من الرئيس السياس قائدا عاما للسلاح البحرية بدلا عن اللواء حمد كاريكاري والذي يعاني من المرض مؤخرا. ولم تتم تسمية العقيد ويدفتوراري رسميا إلا أنه بدأ فعليا في عقد اجتماعات لقادة السلاح البحرية حول التطورات الجارية في المنطقة، خاصة العلاقات مع إثيوبيا. الجدير بالذكر بأن العقيد ويدفتوراري يعتبر من كبار قادة جهاز الاستخبارات الإريتري، وكان قد عمل قنصلا عاما لإريتريا في جدة. وتشير نفس المصادر بأنه تم تنحية اللواء هيلي سامئيل تشاينا قائد المنطقة الشرقية من منصبه قبل عدة أشهر، حيث أسندت قيادة المنطقة للواء حمد كاريكاري مؤقتا إلى جانب قيادته للقوات البحرية. ومن المحتمل أن يعين قائد جديد للمنطقة بعد تنحية اللواء كاريكاري عن قيادة القوات البحرية وكذلك القيادة الشرقية. خسر حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة اسطنبول في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، وخسر مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق علي بن يلدريم المنافسة على منصب محافظ المدينة التركية الكبيرة، حيث فاز مرشح حزب الشعب المعارض إكرام إمام أوغلو، وأصبح المحافظ للعاصمة التجارية لتركيا والتي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. وولد المحافظ الجديد للمدينة عام 1970 ودرس إدارة الأعمال، وهو يسير على نفس خطى الرئيس التركي الحالي والذي تم انتخابه محافظا لاسطنبول عام 1994 وقضى فيها 4 أعوام ليصبح بعدها رئيسا للوزراء. ومن المتوقع أن ينافس إكرام إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في تركيا في عام 2023. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بذلك نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. اختفاء 5 عدائين إريتريين في الدنمارك، تعيين العقيد والدفتراري قائدا عاما للسلاح البحرية، حزب العدالة والتنمية يخسر مدينة اسطنبول. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحب بكم سادتي في إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه الحلقة تأتيكم من إسبانيا. وسعيدين جدا أعزائي المستمعين أن نلتقي بالأستاذ المهندس المدني الأستاذ ضرار علي ضرار، المعروف بأبو أدال، وهو رجل ناشط وهميم ورجل معروف بقلمه الجاد وفكره النير. نلتقي به في إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. أستاذ أبو أدال، مرحب بك في إذاعة إرينا. مرحبا أستاذ أحمد الشريف، تحياتي ليك وتحياتي لمستمعيك الكرام، والتحية خاصة لأهلنا في الداخل في إريتريا ولكل الشعب الإريتري في الشتات. مرحبتين بك. مرحب بك أستاذ أبو أدال. أبو أدال، خلينا نخد تعريف موجز. من هو أبو أدال؟ ربما المستمع دار يعرف متحدث، ومن حقه ومن حقك كمان ومن حقنا نحن يعني نتعرف عليك أكثر. فمن هو السيد أبو أدال؟ نعم أستاذ أحمد، أبو أدال هو من مواليد الثورة الإريترية. عشت المراحل الأولى من طفولتي داخل جهاز التعليم الإريتري، وهنا لا يسعني إلا أن أشكر أترحم على الأستاذ محمود سبي رئيس جهاز التعليم الإريتري، وأحيي من هنا أستاذي ومدير مدرستنا اللي درست فيها المرحلة الابتدائية وجزء من الإعدادية، الأستاذ آدم رسلناي، أعتقد موجود عندكم الآن. نعم في أستراليا. نعم، ربنا يدي العافية. نعم، ونحيي نعم وأحيي كل الرعيل بتاع جهاز التعليم وكل معلميني وأساتذتي سواء كانوا من الإريتريين أو السودانيين. بعدها انتقلت إلى ليبيا وأكملت كل مراحل التعليمية في ليبيا. أنا مهندس مدني الآن متواجد في إسبانيا مدريد، متزوج، عندي أدال 16 سنة وعندي أحمد 10 سنوات. ما شاء الله. شكرا لك أبو أدال، وربنا يخلي لك أبنائك وإن شاء الله تشوف خيرهم وزريتهم. أستاذ أبو أدال، طبعا أولا أنا أشكرك باسم كل المستمعين على تلبيتك الدعوة لهذه المقابلة، ونجري معك طبعا في ظروف نرجو المستمع يضعها في الاعتبار بين ميلبون ومدريد مسافة قد تكون هي بعد المشرقين، ولكن القلوب طبعا المهمومة تلتقي في نقاط التلاقي دوما. سيد أبو أدال، باعتبارك ناشط وكاتب ولك رؤيتك المتميزة في كتاباتك، لو قلنا وضعنا سؤال، يعني الهم الوطني هو هم كل مواطن، لو افترضنا وليس افتراضا ولكن نحن نتساءل وأنت وكل الناس، نحن إلى أين؟ إريتريا إلى أين؟ تحت هذا العنوان الكبير كما قلت أستاذ أبو أدال ونحن نتناقش، كيف تجيب على هذا السؤال المحوري الهام، إريتريا إلى أين الآن؟ طيب جميل، شكرا أستاذ أحمد. هو بداية السؤال كبير ويحتاج إلى وقت، ومن يجيبه يجب أن يكون أكثر من شخص، ولكن أنا هحاول أنه أضيء بعض الجوانب لهذا السؤال الكبير. ولابد من يريد أن يجيب على هذا السؤال لابد أن يستصحب معه الأجندات الدولية والإقليمية التي تدور على الأرض الآن، ونسميها أجندات وليس السيناريوهات، لأن السيناريوهات هي تكهنات، ولكن ما يحدث الآن هو أجندات تطبق على الأرض. وهناك عناوين ممكن نستصحبها في الإجابة إلى إريتريا إلى أين. إريتريا الآن ضمن أجندات مشروع صفقة القرن، إريتريا الآن ضمن السلام الزائف ما بين سياسة ورقي وأثيوبيا، إريتريا إلى أين ضمن التغييرات التي سبقت السلام مع أثيوبيا اللي حدثت في أثيوبيا، السلام إريتريا إلى أين ودور المعارضة الإريترية في اتجاه أو مستقبل إريتريا، تنظيماتها الوطنية والقومية والإسلامية،
إريتريا إلى أين ممكن نستصحب معنا مؤسسات المجتمع المدني الإريترية، إريتريا إلى أين أخيرا ممكن نتناولها في إطار الحراك الشبابي، نعم، هذه عناوين، وعناوين كثيرة. نعم، عناوين، يعني أنت فعلا خطيت العناوين الرئيسية، وقد تكون هنالك عناوين أخرى، ولكن في إطار هذه المحاور أنا أشكرك عليها أستاذ أبو عدال. أنا فقط تساءلت وقلت لك يعني دايرين نلتقي بك في محور عنوان رئيسي إريتريا إلى أين، فتفضلت مشكورا، اختصرت لنا الطريق وخطيت عناوين، وده يدل على أنك ملم بالمسألة، وهذا ليس جديدا عليك. لو دخلنا على يعني إريتريا إلى أين في إطار أو في محور صفقة القرن، فكفك لنا هذا العنوان الفرعي. جيد، طبعا حتى هذا العنوان أستاذ أحمد هو عنوان كبير، ولكن نحن خلينا نضيء نوعا ما ونترك بقية الإداءات للآخرين اللي هم أبناء الشعب الإريتري بين كل المشارف في هذه. صفقة القرن هي خلاصة لصراع الكبار في المنطقة الآن في القرن الأفريقي. الدولة المحورية هي إريتريا في ترتيب القرن الأفريقي على جانبي ضفتي البحر الأحمر. لازم يكون هناك نوع من ترتيب يضمن أمن ومصالح القوى الإقليمية الكبيرة في المنطقة. اللاعب الرئيسي طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تظهر بشكلها الحقيقي في قضايانا كإريتريا، ولكن هي اللاعب الرئيسي اللي يحرك ترتيب المنطقة. طبعا في هناك لاعبين صغار موجودين إقليميا، وهذا طبعا مع الأخذ في الاعتبار المؤثرين الكبيرين في القضايا الإريترية، هو في بعد الأفريقي ذو البعد المسيحي في أثيوبيا، والبعد العربي ذو البعد الإسلامي في السودان. مع الأخذ في هذوما الاثنين وما يحدث الآن في حوض البحر الأحمر، هو من تأثيرات صفقة القرن. جميل، جميل جدا. طيب، هل جاءت عملية السلام الزائف كما تصفها ويصفها الآخرون بأوصاف قريبة إلى هذا الوصف بين إسياس وإثيوبيا، ولماذا بين إسياس وإثيوبيا؟ هل جاء السلام المزيف هذا في إطار صفقة القرن، أم هو يعني قفز على الصفقة بطريقة دراماتيكية؟ نعم، الآن كل ما يدور في المنطقة له علاقة بالصفقة، والسلام الزائف ما بين إسياس وما بين أثيوبيا سبقته تحركات داخل أثيوبيا، الحراك اللي حصل في أثيوبيا، التغييرات السياسية اللي حصلت في أثيوبيا، حراك الشارع الأثيوبي، هذا كان كله ضمن الترتيبات تحت القرن الأفريقي. إعادة هندسة هذه الدول من جديد الآن، تمت إعادة هندستها مع تحرير إريتريا فترة التسعينات، والآن إعادة ترتيب من جديد، المنطقة تخضع لإعادة ترتيب من جديد، لأنه الترتيب الأول اللي حدث قبل 30 عام أو 27 عام تحديدا من استغلال إريتريا وتغيير النظام في أثيوبيا، الآن أصبحت قوة دولية كبيرة دخلت لم ترضي القوى المهيمنة، فبالتالي الآن وجب إعادة ترتيب. فبالتالي السلام الزائف اللي حصل ما بين إسياس أفورقي وأثيوبيا هو ضمن برنامج إعادة ترتيب دول القرن الأفريقي. طيب، ما هي مآلات سلام أن يكون سلام بين شخص ودولة تانية؟ وهل نستطيع أن نقول إنه هذا السلام هو بقراءة الواقع في إثيوبيا هو سلام دكتور أبي كمان، يعني وليس في وحدين يقولوا محللين إثيوبيين هذا السلام لا يعنينا نحن حتى كإثيوبيين، إنما هو سلام بين شخصين، في إطار المقارنة بين دكتور بين سلام إسياس ودكتور أبي وسلام إسياس وإثيوبيا، إلى أي اتجاه تميل الأستاذ أبو عدال؟ مبدئيا أولا يجب الاعتراف بأن السلام هي قيمة يجب دعمها إذا كانت تقوم على مرتكزات حقيقية، يعني مرتكزات على الواقع في إريتريا، زي ما شرحنا الترتيب اللي حدث ما قبل السلام في أثيوبيا، إذا كان له بعد داخلي في إريتريا هذا كان حيكون مقبول.
ولكن زيف السلام بتاع سياسة فرقي يأتي من نقطة إنه هذا السلام في بعده الداخلي لإريتريا لا يتجاوز شخص الرئيس، ومن ثم ليس عليه ما يترتب من استحقاقات أن إحنا ممكن نتوقعها، لأن السلام هذا ما لم يأتي بسلام حقيقي للشعب الإريتري يعتبر ما هوش سلام. والسلام اللي في أثيوبيا كانت له استحقاقاته سبقت اتفاقية السلام مع سياسة فورتري، ولكن على الواقع الإريتري أعتقد أنا لا أبالغ لو قلت أن القيادات في الدولة الإريترية مثلها مثل الآخرين تسمع السلام هذا وأجندته في الإعلام. نقطة ثانية، لماذا تم توقيع هذا السلام في 4 عواصف؟ يعني البحث عن شرعية لهذا السلام هو ما دفع أنه يحاول يقتبس شرعيته من الخارج، من القوى الخارجية. السلام هذا وقع في أبو ظبي، وقع في أثيوبيا، وقع في أسمرة، وقع أخيرا في جدة، وأضيفت إليه محاربة الإرهاب. هنا يجب أن نضع نحن علامة استفهام. نعم، طيب هل نستطيع أن نقول سلام إثيوبيا مع إسياس، أم هو سلام دكتور أبي كمان ابتسارا للوضع المترجرج داخل إثيوبيا؟ نعم، طبعا بالتأكيد هناك في معارضة في أثيوبيا تصف السلام هذا بأنه سلام أبي أحمد، ولكن نحن يجب أن نحترم النخبة السياسية الأثيوبية، لأنه ما حدث من تغييرات سياسية في أثيوبيا وتحديدا التنازل الكبير اللي قدمته تيغراي هذا ليس رغما عن النخبة السياسية في تيغراي. يجب أن الكلام هذا يكون في قراءتنا ليه تكون قراءة منطقية، يعني لا يمكن أن تفرض تغييرات بهذا الحجم في أثيوبيا على النخبة السياسية اللي السلطة والثروة والسلاح في يدها اللي هي تيغراي. فبالتالي هذه التنازلات بالتأكيد هناك في ترتيبات أثيوبية، والنخبة السياسية الأثيوبية هي متفقة في الأطر العامة، يعني عكس إريتريا تماما معارضة وحكومة. النخبة السياسية الأثيوبية والتنازلات اللي حدثت وهذا التغيير اللي حدث في أثيوبيا لا يمكن كان أن يحدث في عهد ديسالين، يحتاج إلى شخص قوي ووراه حاضنة كبيرة اعتبارا للأروما واعتبارا للشخص أبي أحمد. إن يجب التغيير في أثيوبيا يتم تحت مظلة هذه القوة، والدور الأنثروبولوجية السياسية لها دورها، يعني أثيوبيا دولة قوميات، فدرالية قوميات وكذا. والآن بالتأكيد هذه التغييرات بتؤثر على مصالح شريحة معينة في أثيوبيا، فبالتالي من الطبيعي أنك تسمع أصوات معارضة لهذا السلام من الطرف الأثيوبي، وهذا أمر طبيعي. نعم، لأنه على الأقل الوضع في أثيوبيا أفضل بمراحل من الوضع في إريتريا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل، وقراءة يعني أعمق أستاذ أبو أدال لو توافق، على أنه يعني هذا السلام الآن في إثيوبيا مثلا، الوضع في إثيوبيا زي ما قلت إنه هو أفضل نوعا ما، ولكن برضو الكرة لا زالت ملتهبة داخل إثيوبيا باعتبار أن هنالك قوة كان لها الدور الكبير. وحتى لو هذا السلام أو التغييرات التي شهدتها إثيوبيا لو أخذناه في إطار التغيرات التي صاحبت المرحلة ما بعد 91 في بين أسمرة وأديس مثلا مع وقف التنفيذ المرحلة بتاع 98، ولكن هنالك قوى إثيوبية الآن لها الدور الكبير في كل الإنجازات التي شهدتها إثيوبيا، هي مغيبة تماما سواء بفعل أسمرة أو بفعل أديس. هذه القوى المغيبة ألا يوحي على أنه هذا السلام هو سلام حتى داخل إثيوبيا لا يعني شيء أكثر مما يعني البالونة السياسية والتغيرات اللي تشهدها، وبالتالي مع الأخذ في الاعتبار وضع إريتريا حيث لا دولة لا قانون لا مؤسسية، ابتزار شخص واحد يسيطر على كل شيء، فهذا سلام يعني محكوم عليه بالفشل. كيف أبو أدال؟ تمام، عندما نتناول الوضع الآن وما يترتب على هذا السلام الزائف، بالمناسبة في نقطتين يجب أن لا نتجاوزهم. إنه العقلية الانتقامية للنظام في عزل قومية التيغراي من السلام الزائف هذا كان ضد مصلحته، هو نوع من الغباء أظهر هنا النظام. أي نظام؟ إنه هو النظام الإريتري، تجاوزا طبعا بين الظفرين نقول النظام في إريتريا كان غبي في تعامله مع نفس، رغم زيف السلام اللي وقعه مع أثيوبيا، ولكن محاولة الانتقام من التيغراي كانت هذا خطأ ونتمنى أنه يستمر.
هذا نقطة. النقطة الثانية، حتى أثيوبيا في وضع الداخلي الآن بالمناسبة، العقلية الأمهراوية، قومية الأمهرة، قومية الأمهرة بالمناسبة قومية ثقافيا ومزاجيا هي عقلية مسيطرة. وبالتالي أنا حتى عملية التحالفات القومية في داخل أثيوبيا اللي أحدثت هذا التغيير ما بين الأمهرة والتجراي، أعتقد أنه العمر بتاعها انتهى الآن. يعني في المرحلة الأولى من ترتيب الوضع في أثيوبيا والقرن الأفريقي بشكل عام، أعتقد الآن حتظهر في السطح داخل أثيوبيا صراع ما بين الأمهرة والأوروبا، وأعتقد بدأ الآن. نعم. وفي نفس الوقت إشكاليتنا نحن موجودة، عزل النظام لتجراي هذا لصالحنا، الخلاف ما بين الحليفين الكبيرين في أثيوبيا بالمناسبة نحن قاعدين نتحدث عن لصالحنا كيف يا أبو اجتماعي لصالحنا كيف؟ حاضنة اجتماعية تشكل 40% من الشعب الأثيوبي وراء أبي أحمد، وحاضنة أخرى اللي هي تمثل الأمهرة تقريبا تقدر ب 30% أو في هذا المستوى، لأنه النسب هذه يجب تدقيقها. هذا الخلاف ما بين الاثنين هذول حيجنب إريتريا من تطورات غد تغيب الدولة الإريترية بشكل نهائي. وخلافه مع تجراي أيضا هيكون هناك في صراع مباشر ما بين قومية في أثيوبيا والنظام في إريتريا. طيب إذا قلنا لو حاولنا نستفيد أبو أدار، إذا قلنا أهدأ منطقة اليوم موجودة في إثيوبيا هي إقليم تجراي، هذا الهدوء والانحناء للعواصف التي صاحبت المنطقة وتحديدا إثيوبيا، كيف سيكون انعكاسه على الوضع في إريتريا اللي هي بتلعب بشكل أو آخر تغيب هذا العنصر الأساسي في حتى في التغيرات التي شهدتها إثيوبيا في فترة من الكفاح إلى زمن الدكتور أبي؟ طيب، التجراي يجب قراءته الهدوء عندهم في ثلاثة محاور. المحور الأول إنه التجراي كانت مسيطرة على كل أثيوبيا، وكانت هي الفاعل الرئيسي لمدة 27 سنة. هذه النقطة يجب أن نأخذها في الاعتبار. التجراي الآن الهدوء، النقطة الثانية، التجراي الآن تريد تثبيت أو الحفاظ على المكتسبات اللي حققتها خلال 27 سنة. النقطة الثالثة، التجراي بشكل عام لعب دور كبير في إضعاف المعسكر المعارضة الإريترية وإضعاف النظام في إريتريا. التجراي هي من حاصرت إريتريا كدولة، وفي نفس الوقت حاصرت المعارضة الإريترية، يعني الطرفين في إريتريا أضعفتهم التجراي. الآن كمان حتى لا يكون سقف التوقع بتاعنا كبير، مهما حصل من خلاف ما بين التجراي كقومية في أثيوبيا وما بين النظام في إريتريا، هذا سوف لن يكون لصالح المعارضة الإريترية. يجب هذا بنأخذه على وجه. والشواهد كثيرة، يعني نحن خلال منها أكثر من عقد من الزمان في أثيوبيا شفنا الدور اللي لعبه التجراي، وحجم حتى دور صنعاء بورد اللي هو الدول الداعمة للمعارضة الإريترية، إذ لا يمكن معارضة تدعمها السودان واليمن وأثيوبيا وجيبوتي، يعني أربع دول تدعمها ولم تحرك ساكن. نعم، معناها نعم. هنا الأجندة ملاحظة في محل. نعم، وبالتالي هذه القوى يجب وضعها في الاعتبار سواء كان بالذات للمعارضة. طيب، وإن كان سؤال يطرح نفسه تاني، كيف ستتعامل المعارضة من جديد مع المشهد الموجود؟ هل ستعيد، أقصد المعارضة الإريترية، هل ستعيد ذات التجربة وذات السيناريو مع مجموعة الإهودق أيام عزهم وجبروتهم مثلا مع القوى الثانية؟ أستاذ أبو أدال، الزمن سرقنا ودخلنا على الدقيقة 20، سنتوقف هنا، ولكن في ملاحظة أخيرة دينا ملخص لما دار في الحوار في ونحن طبعا عندنا محاور أخرى سنتطرق إليها في لقاء قادم، لكن كملاحظة أخيرة أستاذ أبو أدال، إريتريا إلى أين؟ تفضل. نعم، ملاحظة أخيرة، الآن أمام نأخذ العنوان هذا تحت مسمى المعارضة، الآن أمام المعارضة الإريترية والمجلس الوطني تحديدا تحدي كبير، اللي هو أنه يستطيع عقد مؤتمره الثاني خارج أثيوبيا رغم التحديات الكبيرة. وهناك الآن عناصر داخلية من المعارضة الإريترية تحاول عرقلة هذا الموضوع. أثيوبيا أيضا لازم تثبت أنه خارج أثيوبيا أنه المعارضة الإريترية لا تستطيع أن تحرك ساكن. الشعب الإريتري يجب أن يلتف حول المؤتمر الثاني للمجلس الوطني بوعي هذه المرة ودعمه
بالذات فئة الشباب يجب أن تدعم المجلس الوطني، وهذه التحديات أمامنا. نقطة نعم أخيرة، الخطاب الطائفي والخطاب القومي ليس له مكان الآن. الحل هو المشروع الوطني، الالتفاف حول المشاريع الوطنية والحفاظ على المظلة الجامعة في ظل التصارع الكبير اللي قاعد يحدث في المنطقة ترتيبا. نعم، ولذلك ودور المجتمع، المنظمات، المجتمع المدني. دور منظمات المجتمع المدني إن هي تهتم بالجوانب التي حددتها كأهداف بالنسبة لها، لأنه منظمات المجتمع المدني إذا حاولت تلعب دور سياسي ما حتنجح، وبنفس الشكل التنظيمات لو حاولت تلعب دور مجتمع مدني أو تعمل أزرع مدنية أيضا ما حتنجح. فبالتالي زي ما يقولوا أعطوا الخبز للخباز، ولكن إن كل أستاذ واحد يعمل في مكان. أبو أدال، مع كل التغييرات التي حدثت في إثيوبيا، هل تعتقد أن قوى المعارضة الإريترية وفي الاتجاه المعاكس لقوى المعارضة ذاتها، أعتقد هنالك معارضة داخل المعارضة، هل استفادت من التغيرات التي شهدتها إثيوبيا على الأقل لإعادة أو لصياغة سياسة مرحلة حتى لو افترضناها آنية مثلاً؟ ولا يشوف، هو معارضة داخل المعارضة موجودة، ولكن القراءات قاصرة، لأنه ما قدمته من مشروع القوميات اللي حاولت تستنسخه على المعارضة. أثيوبيا بالمناسبة مشروع لا يخدم قضايانا الوطنية، والآن أثيوبيا نفسها وصلت للنتيجة اللي كانت عايزة تصلها، هو تجير تنظيمات قومية بعينها لصالح المشروع الأثيوبي، وبعدها الآن سوف لن يكون هناك في قائمة لهذا المشروع. شكرا لك أستاذ أبو أدال، الأستاذ ضرار علي ضرار، أنا سعدت بلقائك، وأنت لخصت لنا كل حتى الجزء الثاني الذي كنا سنحاوره، لكن إن شاء الله في متسع من الوقت قد نعود إليك. شكرا لك. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام برنامجنا لهذا اليوم، أعيد تذكيركم بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. اختفاء 5 عدائين إريتريين في الدنمارك. أكد الاتحاد الدنماركي لألعاب القوى بأن 5 عدائين إريتريين من المشاركين ضمن منتخب بلادهم لألعاب القوى في بطولة العالم لسباق اختراق الضاحية اختفوا في يوم الخميس 28 من الشهر الجاري من مقر إقامة في مدينة أرهوس الدنماركية التي تستضيف البطولة. تعيين العقيد والدفتراري قائدا عاما للسلاح البحرية. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأنه تم تعيين العقيد ملاخيت فماريام الملقب بود فتوراري والمقرب من الرئيس السياس قائدا عاما للسلاح البحرية الإريترية بدلا عن اللواء حمد كاريكاري والذي يعاني من المرض مؤخرا. حزب العدالة والتنمية يخسر مدينة إسطنبول. خسر حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة إسطنبول في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، وخسر مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق علي بن يلدريم المنافسة على منصب محافظ المدينة التركية الكبيرة، حيث فاز مرشح حزب الشعب المعارض إكرام إمام أوغلو وأصبح المحافظ للعاصمة التجارية لتركيا والتي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان مستمعي ومستمعات الأفاضل هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وأذكركم مستمعي ومستمعات الأفاضل دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.